والانهالكس بقى بتاع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ده التضمين يا دكتور شاذلي ولا اسمه ايه؟ تضمين ولا اسمه ايه؟ اللي عملته ده اسمه تضمين ولا ده تضمين؟ طب تمام. اسمه تضمين اللي عمله الدكتور شاذلي يا جماعه. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر شركه ايفا على اتاحه الفرصه لان انا اكون مع حضراتكم. هم عندهم برودكتس محترمه جدا، واحنا بنقول ان الشركات المصريه بصراحه يعني قابلت بلاء حسنا، وخصوصا شركه ايفا في جائحه كورونا. كل الادويه كانت محترمه جدا وسندتنا وخلتنا يعني ما تحوجناش وما حصلناش مشاكل. من ضمن الادويه اللي هم بيقدموها الانهيليكس اللي هو التيتروبيوم، ومعروف دايما ان اللاما از سي او بي دي دراج في الاول، تمام، لكن من اول ما نزل، وانا فاكر اول لونش للتيتروبيوم واحنا موجودين كان بره مصر، يعني احنا كلنا قلنا في نفس واحد يا جماعه يعني انتوا تقنعونا ان الابراتروبيوم احنا بنستخدمه في البرونكال ازمه في الاكيوت اكسربيشن، وتقنعونا ان ده ماليش لازمه خالص في الازمه. لكن طبعا الشركات بيبقى ليها طريقه معينه ان هم في الاول بيسكنوا الحاجه في 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 ديزيز، وبعد كده يبداوا يعملوا الريسيرش بتاعهم في ديزيز تاني. هم بداوا ساعتها بالسي او بي دي، وده طبعا لها قصه ثيوريتيكال مهمه. لكن عايز اقول ان انا هتكلم النهارده مينلي عن التيتروبيوم في البرونكال ازمة، لان ما مرتش سنوات بسيطه الا والتيتروبيوم راح دخل للبرونكال ازمة كما توقعنا. انك تيجي تقول لي ان شورت اكتنج انتي كولينرجيك يشتغل في الازمه ولونج اكتنج ما يشتغلش، حاجه ما كانتش منطقيه، واحنا كنا بنستخدمه قبل اساسا ما اي جايد لاين تقول ان ينفع استخدام التيتروبيوم في البرونكال ازمة. اعتقد اساتذتي طبعا يعني اكثر درايه مني بالكلام ده. هيستوريكال باك جراوند، قصه الحاجات اللي هي الداتوره والحاجات اللي هي اللي فيها الاتروبين لايك سبستانس بتستخدم من زمان جدا جدا، وكانوا بيستخدموها بطريقه برضو الانهاليشن زي السجاير كده. ويمكن هنا الهيستوريكال باك جراوند دي كلمه ازمه اساسها ازين، ودي كومز فروم ذا جريك فيرب ازين، هي دي كلمه ازمه، مش ازمه زي بتاعتنا زي الازمه الاقتصاديه والازمه اللي مش عارف ايه، لا ده ازمه ليها مصدر تاني في اللغه خالص. وده ابن سينا كان بيتكلم برضو عن القصه بتاعت الاتروبين لايك ديريفاتيفز والحاجات اللي هم كانوا بيستخدموها زمان. البيردن والابيديميولوجي في ازمه، المحاضره دي انا شبه قلتها تمام في خلال التوك بتاعتنا، لكن احنا بنتكلم هنا على توبيك معين على التيوتروبيوم في البرونكال ازمه. عرفنا ان طبعا الازمه دي سيريس بروبلم، و300 مليون بني ادم واكثر عندهم ازمه. في حاجة اسمها disability adjusted life years. ال disability adjusted life years دي بتقول لك قد ايه الديزيز ده بيعمل disability، تمام؟ يعني ده تعبير عن كده. البرونكال ازمة دي فيها disability adjusted life years 21 مليون 21 ونص مليون زيادة في disability days، و11 ونص مليون يوم نقص في الحياة، تمام، في العيانين اللي عندهم برونكال أزمة. يعني هي طبعا وبتعمل كام؟ بتعمل حوالي نص مليون ديس برير. يعني الأزمة دي حاجة خطيرة جدا جدا. ديفينيشن في أزمة احنا قلناه وشرحناه ازاي، ان كلمة variability كلمة inflammation مهمة جدا عشان بتقولك ان في anti inflammatory، وكلمة variability سواء في السيمتومز او سواء في البالمونري فانكشن هي دي اللي في الاخر انا بشخص بيها البرونكيال أزمة. الباثوفيسيولوجي اوف أزمة مش عايز يعني اعدي عليه كتير، لان هو يعني في فكره السيتوكاينز والكيموكاينز والحاجات اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها، لكن احنا عايزين نوصل للنقطه اللي احنا هنهتم بيها جدا. الدياجنوز اوف أزمة، عرفنا ان الهيستوري تيكينج هي اهم حاجه في البرونكال أزمة دياجنوزز، وعشان كده لما الاقي عيان الاقي كشف في عياده مثلا بياخد دقيقه ولا دقيقتين ولا حاجه زي كده، في عياده بطنه خصوصا
يمكن دكتور شعبان لفت انتباهنا قوي على قصه الابيليبس ديت، حاجه شبه مهم قوي للبرونكا الازمه. واحد جاي كان عنده ابيليبتك فيت وكان هي مثلا هيحصل له مشكله جامده جدا، لكن هو بيجي لك في الاخر شكله ايه؟ شكله واقف على حيله تمام وزي الفل، ممكن يكون كان بيلعب كوره. طب شخصه بقى، لولا تقعد بقى ومش عارف ايه، وكان بيحصل له ايه، وكان دريان باللي حواليه ولا لا. يعني في ديزيزز كتيره في الطب مش هتتشخص الا لو الدكتور عطى وقت. والازمه من ضمنهم، يعني ايه؟ لازم الهيستوري هو اللي هيبقى فيه الاهميه، ولا الاكزامينيشن، لان بين النوبات سواء لقيته نورمال، طب ما بين النوبات هيبقى نورمال برضه انا ما شخصتش. سواء لقيته ويزي ف 60,000 حاجه تعمل ويزي، يبقى انا برضه ما شخصتش. يبقى احنا كده ايه؟ محتاجين ان احنا دايما يبقى عندنا طريقه نشخص بيها البرونكا الازمه، والطريقه دي زي ما قلنا فاريابيليتي في السيمتومز، انها اكتر بالليل، اكتر في الشتاء، اكتر في وش الصبح، ان السيمتومز ساعات تشد جامد وساعات تبقى كويسه جدا، وساعات يقول لك انا مش هاخد علاج واخد علاج ليه، وساعات يبقى يعني عايز ياخد كل العلاج اللي في الدنيا وتلاقيه فعلا راح مخلص بخاخه مره واحده ويجي له تاكي كارديا ويجي له اريزميا. دي الفاريابيليتي في السيمتومز. والفاريابيليتي في الاير فلو ليميتيشن، سواء زياده الاف اي في 1 12% و200 ملي بوست برونكو دايليتور تمام، او زياده الاف اي في 1 12% و200 ملي برضو بعد اربع اسابيع من الانتي انفلاماتوري تريتمنت. يعني جاي لك بيزيق وكده وبتاع، مش في اكوت اكسربيشن بس مش كنترولد، سيمتوماتيك ديسنيك وويزي وكلام من ده. من ضمن الطرق اللي انت تعملها، عملت ريفرسابيلتي لقيتها مش جايبه معاك، يعني ايه؟ ما جابتش ال 12% و200 ملي. من ضمن الحاجات اللي انت تعملها، اديك سجلت البالمونري فانكشنز بتاعته، اديله انتي انفلاماتوري، يعني اديله اي سي اس لابا بمعنى اصح لمده اربع اسابيع، وهاته عندك تاني العياده اعمل له بالمونري فانكشن. لو لقيت الاف اي في 1 زادت 12% و200 ملي عن البيز لاين بتاعه، فده بوزيتيف فاريابيليتي تيست. يبقى انا لما هاجي اعمل زي ما قلنا قبل كده، لما هاجي اعمل بالمونري فانكشن للعيان على في البيز لاين بتاعه، مش ارميه، اقول له لا انا احتفظ بيه عندي، او على الاقل اخلي العيان يحتفظ بيه عنده، وبعد اربع اسابيع تمام لو انا ادي له انتي انفلاماتوري او اي سي اس لابا، واكرر واجي ماسك الاف اي في 1 بقى ايه، اقارن بين بتاعه اللي عملتها له في الاول واللي عملها له بعد اربع اسابيع. برضو الحاجه دي مش كتير كنا بنعملها، لكن اعتقد انها كويسه قوي ان احنا نعملها. وزي ما قال الدكتور عاطف بيه، الافريج دايورنال بيك اكسباتوري فاريابيليتي دي نمره سي، زياده 10% دي برضو بوزيتيف فاريابيليتي. ويعني المفتاح في الدياجنوزز الفاريابيليتي زي ما قلنا، سواء فاريابيليتي في السيمتومز او في الفانكشن. وطبعا ايه يعني فعلا ان حاجه بتروح وتيجي، هي دي القصه بتاعه البرونكا الازمه. والديفرنشال دياجنوز بتاعها بالسي او بي دي، اعتقد انه برضو في الاخر معتمد على الهيستوري، ان في الازمه بتبدا بدري شويه، في الازمه ممكن الاقي اذر اتوبي زي اليرجيك راينايتس وسكن الرجي، في الازمه الاقي الفاريابيليتي عاليه، في الازمه الاقي ريفرسبل اير فلو اوبستراكشن، في الازمه ممكن الاقي الليزينوفيلز عاليه، الفاميلي هيستوري، في الازمه ممكن الاقي اخوه مش عارف واخته وخالته عندهم حساسيه، وفي الشيست اكس راي في الاغلب طبعا الازمه بيبقى مفيش حاجه خالص، لكن في السي او بي دي ممكن تلاقي فعلا هايبر انفليشن والحاجات اللي قال عليها الاستاذ دكتور جمال ربيع، اللي هي فعلا ممكن يعني دي تبقى ايرا جديده جدا في التشخيص للسي او بي دي. الجينا 23 تريتمنت اوبشنز زي ما قالها الدكتور ابراهيم، احنا عندنا تراك 1 وتراك 2. التراك 1 بدي از نيدد لو دوز اي سي اس فور مترول تمام، on as needed base تمام، زي مثلا ايه اي حاجه فيها فورميترول مع انهيلد كورتيكوستيرويد ستيب 1 وستيب 2 تمام، دول هاديهم on as needed base. يعني تعبت خد شفطه، ما تعبتش ممكن ما تاخدش. من اول بقى ستيب 3 ببدا اثبت له لو دوز مينتيننس اي سي اس فورميترول، وبعد كده ستيب 4 ميديوم دوز مينتيننس اي سي اس فورميترول، والستيب 5 بحط فيها ايه اكوردنج للجينا، بحط اللاما في ستيب 5 بحطها مع البيولوجيك وبحطها مع علاجات يعني غاليه جدا جدا. ويمكن هنا بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله، وانا بصراحه بقوله لاني مقتنع بيه تمام، يعني انا احط دي هنا كده، يعني خلاص دي بقت متساويه مع البيولوجيكس، طب ايه المشكله ان انا احطها هنا؟ يعني ايه لاما عيان مش مستجيب معايا مثلا تمام، طب ما احط له من ستيب 4 عادي يعني، او احط له من ستيب 3، وخصوصا
دكتور جمال ليه كلام مهم جدا في القصه ديت، كان دايما يقول لنا كده، وانا كاتب وراه طبعا، انا كاتب وراه كتير قوي، تمام. امتى العيان يستفيد من لاما؟ كان من ضمنهم مثلا حاجه يقول لنا لما يكون عنده سايكوجينيك ديسنيا، او 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 داخل فيها مع البرونكيال اسما طبعا، مش لوحدها يعني، القصه سايكوجينيك، لما تكون الكاف اذا برومينانت سيمتوم، برضو الاكسبكتوريشن زياده. ففي حاجات معينه يعني حتى ادون غير ان هي البرونكو دايليتور افكت اللي احنا بنستفيد منه في الايه، في الـ من الـ من التايتروبيوم يعني. فهو ده الترتيبات من 1 لـ 5. هنشوف بقى يا ترى الكلام اللي احنا بنقوله ده، ان كان على الجينا بتقول ستيب 5، ان كان على البراكتس انا بصراحه لا، انا بحطه قبل ستيب 5 دي الصراحه، تمام. ودي يعني حاجه انا مقتنع بها جدا، وعلشان كده انا قبلت طبعا. مش المفترض ان اي دكتور يقبل يتكلم عن حاجه هو ما بيعملهاش او يكون مش مقتنع بيها، لان دي حاجه مش كويسه، تمام. ده ريسيرش ورك بيأيد فكره ان احنا ممكن نستخدم التيتروبيوم بدري شويه. دي مثلا حاجه بتقول الافيكاسي اوف وانس ديلي تيتروبيوم ان ادلتس ويز اسما اجينا ستيب من 2 لـ 5. بيقولوا ان الاديشن اوف تيتروبيوم تو مينتنانس ثيرابي ان ادلتس an adult patient with symptomatic asthma produce improvement in lung function across all gene steps من 2 لـ 5. يعني انت ممكن تضيفه بدري شويه عن ستيب 5، من اول 2 لغايه ستيب 5 حسب الحاله اللي قدامك. مش بنقول ان احنا دلوقتي يلا تعالى من ستيب 1 ابقى واحد مثلا اتعاطي له اون از نيدد بيز اي سي اس لابا واقول له طب ما تاخد معاهم تيتروبيوم، مش هي دي القصه اللي احنا بنقول عليها. لكن انا بقول ان عيان انا اعطي له اي سي اس لابا وكومبلاينت عليهم وتمام التمام، وحاسس ان السيمبتومز مش ما ديدنت اتشيف اللي انا عايزه، فساعتها ممكن اساعده بالايه، بالاد اون لابا. بيحصل له اكزاسيربيشن كتير، تمام، برضو ممكن اساعده بالايه، بالتيتروبيوم. في بيبر تاني بتقول ان التيتروبيوم ان اسما بورلي كنترولد ويز ستاندرد كومبينيشن ثيرابي، بيقول ان ان بيشنت بورلي كنترولد اسما ديسبايت ذا يوز اوف انهيلد جلوكوكورتيكويد اند لابا ذا اديشن اوف تيتروبيوم سيجنيفيكانتلي انكريز التايم فور فيرست سيفير اكسيربيشن. بيقول ان احنا لما نضيفه برضو قبل الستيج 5 ديت، تمام، ممكن ده بيقلل الاكيوت اكسيربيشنز لما استمر عليه. ان التيتروبيوم والازمة ان ازمة بورلي كنترولد ويز ستاندرد كومبينيشن ثيرابي، يعني انا كاتب لعيان اي سي اس لابا وعنده برونكال ازمة، في العيانين دول with uncontrolled asthma despite the use of ICS لابا the addition of tiotropium significantly increase the time to the first severe exacerbation 21% compared to لابا ICS alone. يعني ال addition of tiotropium للابا ICS في البرونكيال أسما at an earlier stage بيقلل ال severe exacerbation. ودي حاجة مهمة جدا، احنا عارفين الاكسربيشن دي بتدخل مستشفيات وبتعمل مشاكل. تيتروبيوم بروميد ستيب اب ثيرابي فور ادلتس ويز انكنترولد اسما. دي بيبر تاني بتقول هو ان ادد، خلي بال حضراتكم دي في الايه، في النيو انجلاند جورنال، جورنال اوف ميديسن، هو ان ادد تو ان اي سي اس تيتروبيوم امبروف سيمبتومز اند لانج فانكشن ان بيشنت ويز ان ادكويتلي كنترولد اسما اتس افكت appeared to be equivalent to those with the addition of salmeterol. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الـ ICS مع التيتروبيوم كان متقارب مع الـ ICS مع السالميترول. يعني ايه؟ لابا مع ICS كان زي لاما مع ICS، لكن احنا مش بنعمل الابروتش ده. اللابا ليها بريوريتي ان انا استخدمها في البرونكال اسما، لكن اللاما احنا اللي احنا بنقول ان احنا ممكن نضيفها على اللابا لاما لو العيان مش مستجيب. يعني انا مش هقول لحد برضو ان احنا مسؤولين عن المسج اللي احنا بنديها هنا، ما بقولش لحد لسه، او ده ما تجربش كتير، تمام، ان حد ياخد اي سي اس لاما وما ياخدش لابا، تمام. لكن الاستادي دي بتطمنك على الافكت. تيتروبيوم ستيب اب ثيرابي فور ادلتس ويز انكنترولد اسما برضه بيتكلم في نفس الكلام، انها عملت تحسن في البلمونري فانكشن كومبيرد مع الاي سي اس لابا. اضافه التيتروبيوم عمل تحسن في البلمونري فانكشن، وبيقول ان الامبروفمنت ويز تيتروبيوم از اد اون للاي سي اس ويز اور ويزاوت اديشنال كنترولر في اطفال من 6 ل 17 سنه وسيمتوماتيك اسما دونت فاري اكوردنج تو systemic markers.
انا هلخص لك الكلام ده لانه كلام مهم قوي. بيقول ان اللاما ديت بتعمل افكت واتيفر انا عندي تايب 2 اسما ولا مش تايب 2 اسما، يعني ايرسبكتيف. تمام؟ ليه؟ لان انا لما هاجي اضيف التيتروبيوم ممكن حد يتخيل ان انا بدات اقرب من ناحيه السي او بي دي مثلا. تمام؟ لا، هو بيقول لك سواء دي تايب 2 اسما. يعني ايه تايب 2 اسما؟ وانا اعرفها ازاي يا دكتور؟ عيان عنده ايزينوفيلز عاليه، وقبل الايزينوفيلز عنده اليرجيك رانايس، عيان عنده فاميلي هيستوري برونكال اسما. تمام؟ كل ده الفاميلي هيستوري وايزينوفيليا واي جي اي عاليه وكل الكلام ده بيقول ان انا ناحيه ايه؟ ناحيه تايب 2 اسما. طب يا ترى التيتروبيوم ده في فرق بين ما احطه العيان ازماتيك وعنده تايب 2 مما احطه العيان ازماتيك وما عندوش تايب 2؟ قال لك لا، هو كده كده بيجيب نتيجه. فدي حاجه برضو ايه تدي انطباع. وعايز اقول لك برضو خلي بالك ان احنا بنتكلم من 6 ل 17 سنه، وده بفكرك بالسيفتي بتاعته من سن 6 سنين، ودي حاجه مهمه جدا. دي بتودي نفس الاستادي يعني، واعتقد ان انا كده يعني برضو الحمد لله خلصت بدري، ومتشكر جدا اثقلت على حضرتك. اشكرك دكتور نزار.